إصحاح 6. وقال بنو الأنبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمين فيه أمامك ضيق علينا. الأنبياء كثروا والدنيا فقر يعني كذا على قدهم، فقالوا إليشع: المكان اللي احنا فيه ضاق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهب. يعني قالوا تعالى نغير المنطقة بتاعتنا كلنا، كل واحد ياخد خشبة. هم بيعملوا زي خشب كده عشش يعني، فقالوا كل واحد مننا يشيل خشبتين كده زي الصليب على فكرة، كل واحد يشيل خشبته ويلا نعمل مدينة جديدة، أورشليم جديد، مدينة أنبياء. قال لهم يلا. بيمشي وراهم، واخدين بالكم؟ يعني مش هو يقول لهم لا بلاش، لا يمشي وراهم. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. هو قال لهم روحوا. قالوا: لا تيجي معانا. قال لهم: هاجي حاضر. فبينقلوا مقره من منطقة لمنطقة وهو بيقول وراهم ماشي. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، يعني سافروا وكل واحد ما حلتوش حاجة يعني، فبيقطعوا خشب عشان يعملوا من الشجر يعني، عشان كل يبتدوا يعملوا العشش بتاعته. وإذ كان واحد يقطع خشبا وقع الحديد في الماء، الحديد اللي هو إيه؟ الفاس، الحديد اللي كان بيقطع بيه يعني، واخدين بالكم؟ فهو بيقطع، هما كانوا على النهر، فالفاس نطرت من إيده، أو الحديدة اللي بتقطع نطرت من إيده وقعت في الماء فغطست. هما ناس بقول لكم على قدهم خالص، ما عندهمش لوادر ولا عندهم صبيان، بإيديهم بيعملوا كل حاجة. فصرخ وقال: آه يا سيدي، لأنه عارية. عارية يعني مستعارة، يعني أنا مستلفه، يعني حتى الفاس يا عيني سلف. فالرجل النبي ده قال له: آه يا سيدي، بيكلم إليشع، قال له: ده أنا مستلفه. فقال رجل الله: وقع فين؟ وقع فين؟ ده مية يا عم، هتنزل تعمل إيه؟ أين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا، جاب عود صغير كده وحطه على المية، فهو حطه على المية فطفى الحديد، فطلعت هذه المغناطيس، فطلعت الحديد. برضو شوفوا السلوك ساذج، لكن بيستخدم ايه؟ علامات صغيرة، عود صغير زي صليب صغير كده، زي الصليب اللي اتحط على الراس يطلع الحديد اللي جوه اللي بيختص ده، الخطايا اللي بتدخل، او الجسد التقيل اللي يشد الصليب، مع انه العود ده لا يمكن يشد فاس، يعني الحديد يختص ما يطلعش، العود ده حاجة صغيرة، لكن عمل ربنا قوي فيقدر يشد الحاجة اللي من تحت. فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده واخذه، يعني خده على الماشي، برضو حاجات كده على الماشي. اما ملك ارام فكان يحارب اسرائيل وتآمر مع عبيده قائلا، قصة دي جميلة قوي، في المكان الفلاني تكون محلتي. هنا بقى ملك ارام غير اللي فات، غالبا غير اللي فات، وملك ارام بدأ يتآمر على شعب اسرائيل ويهوذا، يعني غالبا عدت سنين وجي ملك تاني غير بتاع نعمان. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول، رجل الله اللي هو مين؟ إليشع. فالرجل كان متفق مع رجالته ملك أرام مع الضباط بتوعه، هنهجم من المنطقة دي. مين اللي بيعرف؟ إليشع بيعرف كل حاجة. فراح بعت مرسال لملك إسرائيل قال له: حاسب الجماعة هيدخلوا عليك من المنطقة دي، يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الآراميين حلون هناك. فأرسل ملك إسرائيل للموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذروا منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرتين، مرة واثنين وثلاثة، فاهمين الفكرة؟ يعني كل ما الراجل يعمل مؤامرة يهجم من حتة، إليشع بيعرف يبلغ ملك إسرائيل يعمل احتياطاته. طبعا مين اتغل بقى في الموضوع؟ ملك أرام. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، استغرب، قال: ايه الحكايه؟ كل ما نحط خطه تبوظ. ودعا عبيده وقال لهم: اما تخبرونني من منا هو لملك اسرائيل؟ ما تقولوا لي بقى مين فيكم عميل لملك اسرائيل؟ ده احنا بنقعد قاعده خمس ست انفار ونحط الخطه، تاني يوم الاقيها معروفه، ايه حكايتكم؟ فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيد الملك، الموضوع مش كده، ولكن إليشع النبي سمعته جابت بقى الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. قال له: بص، الموضوع مش عندنا، عندهم نبي اللي هتقوله في قطك هيعرفه، فإحنا يعني دخلنا في معركة مع الكبار، ما مش قده، ملك إسرائيل سهل، لكن إليشع بتاعه ده نغلبه إزاي؟ ده بيعرف كل حاجة من قطك.
فقال اذهبوا وانظروا أين هو، هاتوه لي بقى. خلاص احنا نحارب ده الأول، خلي بالكم. قال احنا نغلب إليشع بعد كده ملك إسرائيل، ده يبقى سهل. انظروا أين هو فأرسل وأخذه. فأخبر وقيل له هو ده في دوسان. تاخدوا بالكم كل شوية بيبقى في حتة، يعني راحوا شمشموا على الراجل، عرفوا انه قاعد في حتة اسمها دوسان، ودوسان دي كانت زي حتة جبل، فقعد فيه لوحده مع الغلام بتاعه. الغلام ده غالبا مش جحزي دلوقتي. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا. هو عايل همه بقى ليه؟ ده راجل يخوف، بيعرف كل حاجة، فطبعا مش هينفع يبعت له 5-6 انفار يمسكوه يعني، لا ده عاوز له جيش، فبعت له جيش تقيل. وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة، يعني عملوا احتياطات عسكرية تمام، جايين بالليل وحاطوا دوسان كلها، بيحاوطوا المنطقة كلها مش مجرد بيت، لا هم مش عارفين هيوصلوا له ازاي ده. فبكر خادم رجل الله، اللي هو بقى الخادم الجديد التلميذ الجديد ما نعرفش اسمه، وقام وخرج الصبح بدري، بيروح يجيب مية يكب على ايدين معلمه ويبتدوا صلاة باكر، الدنيا ماشي. وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات، فقال غلامه له آه يا سيدي كيف نعمل؟ قالوا مرعوب، الحق الجبل متحوط جيش وما لهمش عدد. فقال لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم، مع أنه ما حاولوش حد، هو لوحده خالص هو الخدام بتاعه. ده بقى إيمان إليشع الجبار. دايما أتحير في النقطة دي وأقول يا ترى كان شايف ولا ما كان شايف، مش عارف، ممكن يكون متأكد من غير ما يشوف، وممكن يكون متعود وشايف على طول، ممكن كده وممكن كده. لكن هو بيقولها له بمنتهى الثقة، ما تخافش يا ابني اللي معانا أكتر. معانا أكتر إزاي؟ يبص حواليه يلاقي الجبل فاضي. فرق بقى مستويات بين الغلام وبين رجل الله. وصلى إليشع، هنا بقى إيه؟ يعني عاوز يشركه في الخبرات الروحية دي. فصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه، يا ريت صلينا الطلبة دي، فيبصر، فتح له عينيه خليه يشوف، يمكن هو شايف، عشان كده نقول توبة لعيونكم لأنها تبصر واحنا مش شايفين حاجة، لكن هو المفروض نشوف. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. مش مركبة واحدة زي بتاعت الإلية اللي شالته، الجبل كله مليان خيل ومركبات نارية، ومش حاجات أرضية خالص. ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب، يعني ابتدوا يقربوا العساكر، فإليشع صلى وقال له اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. قال له رب اعميهم، يبقى هو مفتح وتلميذه مفتح، وهم بيتعموا، هم بيزدادوا روحانية واستنارة، ودول بيزدادوا ضلمة مش شايفين حاجة، جايين تمسكوا رجل الله تؤدوا كقول إليشع. فقال لهم إليشع، طبعا برضو القصة اللي فاتت دي دايما ده معنى جميل قوي، يعني الواحد ياريت يحفظ من إليشع كل الكلمة دي، لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم، الذين معنا أكثر من الذين معهم. زي إن كان الله معنا فمن علينا، لكن فكرة مش بس الله معنا، الله وجيشه. دايما لما افتكر دي افتكر الصلاة اللي بنقولها في نهاية كل صلاة تجبية، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. في معسكر حوالينا، بس افتح يا رب عيني الغلام، العيب في النظر، لكن في معسكر حوالينا، الذين معنا أكثر من الذين معهم، لو قدامك جيش برضو أنت معك أكثر. فقال لهم إليشع ليست هذه هي الطريق ولا هذه، ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة. واحد يقول ده بيكذب عليهم، لا مش كذب، هو مكانه الطبيعي كان السامرة، موقعه الأساسي، قال لهم تعالوا ورايا وصلكم، وهو ما سابهمش، هياخدهم لمكانه الأساسي. فلما دخلوا السامرة، طبعا بقى ايه، تخيلوا إليشع ماشي ده الصبح وحواليه مثلا 1000 عسكري بتوع الاعداء، فمنين ما يمشي؟ طبعا ملك اسرائيل خد خبر وجهز الجيش وعملوا الكمين وقاعدين مستنيين، وإليشع ماشي وهم ماشيين ورا.
زي الألف ماشي، ووصلوا وحوطوهم وكل حاجة متوضبة ومستعدين يضربوا في أي لحظة، بس اللي يشاور المرة دي ليس، لأن هو صاحب الحرب بتاعته هو بقى، كان جايين يمسكوه هو، ملوش دعوة ملك إسرائيل. فلما دخلوا السامرة وقال إليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا، افتح واقفل، يقفل يقفل، يفتح يفتح فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. السامرة عاصمة إسرائيل، واخدين بالكم؟ هم مش عاملين حساب حرب، حرب حرب يعني مهما كانوا، فهم كده في نص البلد، في نص العاصمة، الجيش كله محاوطهم دلوقتي. فقال ملك إسرائيل لإليشع لما رآهم، جاهز هو دلوقتي، ما هو الدنيا بقت سهلة قوي، هل أضرب؟ هل أضرب يا أبي؟ ها أضرب ولا لا؟ يعني خلاص احنا جاهزين نضرب؟ فقال: لا تضرب. تضرب ده ايه؟ تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك، ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيده. تضرب ده ايه؟ شوفوا بقى، شوفوا روح العهد الجديد تبان. تضرب ايه؟ تضرب لما تكون مسكتهم في حرب وخدتهم بشطارتك، هتضرب ناس انا جايبهم لك لغاية عندك زي الخرفان، حطتهم في ايدك، ايه الشطارة بتاعتك دي؟ حط لهم اكل ومية وضايفهم عشان يروحوا مبسوطين، روحهم لسيدهم. طبعا لا يغلبنك الشر، ها يغلب الشر بالخير. تخيلوا بقى العساكر دول رايحين كده راسهم في الارض مروحين، إليشع اللي كانوا رايحين يمسكوه ضايفهم واكلهم وشربهم وروحهم لسيدهم كويسين، مع ان كان في ايده يذبحهم كلهم. لا مع ان هم لو طلوه كانوا هيعملوا فيه ويساووا، لكن هو ما بيفكرش كده. فهنا بيقول لك: هل اضرب؟ فقال له: تضرب ده ايه؟ هو ده دايما السؤال، اعمل فيه يا ابونا؟ اتنتقم؟ اتخانق؟ وانا اقول له ايه؟ حط خبز وميه واكلهم، قدم لهم محبه، احنا بتوع ضرب. فاولم لهم وليمه عظيمه. ملك اسرائيل بيسمع الكلام، عمل لهم اكله محترمه، يعني عمل لهم وليمه. تخيلوا دول رايحين مأموريه عسكريه والاعداء بيضيفوهم دلوقتي بأوامر إليشع. وشربوا ثم أطلقهم فانطلقوا إلى سيدهم، ولم تعد أيضا جيوش أرام تدخل أرض إسرائيل. صانع سلام، خلاص طبعا ملك أرام حط وشه في الأرض بعد اليوم ده. روحوا جيشه أكلين وشربين ومتهنين، وكان في إيديهم يخلصوا عليهم. وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة. تعدي كم سنة ويرجع الشيطان يلعب تاني بالنفوس البعيدة ويقوم حرب تاني. وكان جوع شديد في السامرة، وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة. يعني الدنيا غلا فظيعة، يعني سوري رأس الحمار دي مش أكلة حلوة يعني، لكن يعني بقوا يذبحوا الحمير مش الخرفان، الخرفان خلصت، ورأس الحمار بتتباع بمبلغ عالي قوي، وزبل الحمام معرفش ده هياكلوه اللي هيعملوا بيه ايه ده، بخمسة فضة. يعني كلام صعب جدا، ما اعتقدش في زرع ولا حاجة في الوقت ده، لكن يعني الدنيا بقت غالة شديد. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور، شوفوا المأساة اللي هتحصل دلوقتي من شدة الضيق اللي حصل في شعب إسرائيل، صرخت امرأة إليه تقول: خلص يا سيدي الملك. هو في حصار من أرام حوالين السامرة، والحصار قعد شهور، فالناس جاعت والمية اتقطعت، فالناس بقت هتموت من الجوع. وملك إسرائيل ماشي على السور بيراجع بيتمم بس عشان يحرس البلد، فلقى ست بتصرخ بتقول له: الحقني. فقال: لا يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ هو أنا عارف الحقك، هو إن كان ربنا بتاعنا مش راضي الحقك، يعني فاهمين المعنى؟ لا يخلصك الرب، أنا اللي هخلصك، كان ربنا مش راضي يسمع لنا، أنا هنفعك بإيه؟ أمن البيدر أم من المعصرة؟ يعني من فين يعني؟ البيدر فاضي والمعصرة فاضي، البيدر اللي هو القمح يعني المخزن بتاع القمح، والمعصرة الخمر، لأن دايما القمح والخمر علامة الرخاء والسخاء. قال لها: منين يا حسرة؟ البيدر فاضي والمعصرة فاضية وما فيش حاجة، مين اللي أخلصك منين؟ ثم قال لها الملك: مالك؟ فقالت: إن هذه المرأة قالت لي: هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. شوفوا البشاعة بقى وصلت لإيه من كتر الجوع. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هاتي ابنك فنأكله. فخبأت ابنها، يعني هي مش بتصوت على ابنها، هي بتصوت لان تاني يوم ما كلتش.
الأكلة بتاعت يوم الاتفاق ما مشيش، حاجة بشعة جدا. فلما سمع الملك كلام المرأة مصدق ثيابه، يعني من المأساة، يعني وصلت لكده، قطع هدوم وهو مجتاز على الصور. فنظر الشعب وإذا مسوح يعني من داخل على جسد. أثار الراجل ده في حتة تقوى كويس، إنه كان لابس المسوح من تحت، المسوح ده زي الخيش كانوا يلبسوه مع التذلل قدام ربنا، يلبسوا المسوح والرماد يقعدوا على الأرض ويتذللوا، فيلبسوا خيش من تحت. الرهبان القدام كانوا يعملوا كده، يلبسوا المسوح من تحت، فيبقى حياتهم جافة جدا، رمز للتقشف والتذلل قدام ربنا. فلما كشف عن ثيابه في حركة كده منفعلة، الناس شافت انه لابس مسوح من تحت، يعني عمال يتذلل قدام ربنا، يا رب حل بقى، اتعصرنا فترة طويلة. فقال، لكن للأسف اتشنك ساعتها ولخبط بقى، هكذا يصنع عليه الله وهكذا يزيد. ان قام رأس أليشع بن شافاط عليه اليوم، هو وربنا بتاعه بقى، مش نفعنا بحاجة، أليشع ده انا هروح اقطع راسه، يعني ملك اسرائيل هاج على مين؟ على أليشع. ليه؟ أليشع مش نافع دلوقتي. وبرضو الواحد يستغرب، قبلها بإصحاح هما نفس بتوع أرام لما قربوا يعملوا عملة كانت نصرة من النوع الأسطوري، يعني سيئهم أليشع زي الخرفان وبيضيفوهم وبيروحوهم ونوع من الذل المحترم. دلوقتي مذلولين ومقصورين ومش عارفين نهايتها والناس بتتكف في بعض، وأليشع لسه موجود. ايه معناته الكلام ده؟ خلي بالكم، ربنا ساعات يريد بتجارب شديدة حتى لما يكون القديسين موجودين. مش معنى وجود القديس ان كل المشاكل لازم تتحل، لا مش بالضرورة، ربنا له غرض. رفع عن السامرة حرب في وقت وشادد على السامرة في وقت تاني، وهو نفس أليشع الجبار، هو موجود برضه. فهنا طولت طبعا، فالملك فض بيه، فقال انا هقطع رقبة أليشع ده اللي احنا مستنين، ويبعت خلاص من عند ربنا بتاعه وما بعتش. وكان أليشع جالسا في بيتي والشيوخ جالسا عنده. أليشع في الوقت ده كان قاعد وحواليه الشيوخ، طبعا سمع الكلمة اللي اتقالت عليه من على بعد كم كيلو. فأرسل الملك رجل من أمامه، في الوقت ده الملك بعت رجل من رجالته عشان يوصل لأليشع يمسكه يحبسه بقى، الملك عاوز يخلص عليه. وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ، هل رأيتم أن ابن القاتل هذا، أصل أبوه مين؟ أخاب قاتل نابوت اليزرعيلي. فابتدى يطلع، قال له بصوا هحكي لكم عشان ما تلخبطوش، القاتل ده أخاب، ملك إسرائيل الحالي ابن أخاب، وأساسا راجل يعني ما تغركوش حتة المسوح، يمكن كان ليها غرض، لكن هو أساسا ضميره مش كويس، أو يعني إنسان مش ماشي مع ربنا على طول الخط. وكان في نبوة قالها إلي على أخاب، إن أنت يا أخاب وبيتك هتلحس الكلاب دمك، ومش هيبقى لك باقي البحائط، يعني مفيش كلب هيقعد لك في بيتك، لأن أخاب كان افترى هو وإيزابل، فكان لازم تتم النبوة، فلازم ملك إسرائيل ده كمان في الآخر يهلك، لأنه كان ابن القاتل، واخدين بالكم، شارب للشر يعني، لدرجة أنه هنا في اللحظة دي قرر يقتل أليشع بتاعه. فهو قاعد مع الشيوخ قال لهم، شفتوا ابن القاتل بعت في واحد عشان يموتني، هو قاعد رايق أليشع وحواليه الشيوخ بتوعه، قال بعت مرسال عشان يموتني، قد أرسل لكي يقطع رأسي، انظروا إذا جاء الرسول اغلقوا الباب واحصروه عند الباب. قال لهم لما يجي الرجل بتاعه احبسوه لي بس على الجنب كده، لأن سيده جاي وراه. يبدو أنه الملك بعد ما بعت المرسال خاف، أروح أمسك أليشع أنا قد أليشع، فجي يجري وراه يشوف له آخر مع أليشع، فاهمين المعنى؟ فبعت المرسال وهو الملك وراه، وبرضه أليشع قاعد عارف كل حاجة، فقال لهم اركنوا المرسال لأن صوت قدمي سيده وراه، فاهمينها ولا تلخبطتهم؟ انظروا إذا جاء الرسول اغلقوا الباب واحصروه عند الباب، أليس صوت قدمي سيده وراءه، يعني سيده جاي وراه، استنوا ما نشوف آخرنا مع الرجل ده. وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نازل إليه فقال، هو ده هذا الشر، هو من قبل الرب، ماذا أنتظر من الرب بعد؟ يعني الرسول بيكلم عن السيد، عن الملك، بيقول الملك بيقول الشر ده من عند ربنا، هستنى إيه من ربنا تاني؟ عشان كده غضبان على أليشع يعني.
فبيقول سيدي بيقول كده فجايين نمسكك لأن ربنا بتاعك مش نافع ما بيعملش حاجة. وقال إليشع اسمعوا كلام الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق دقيق احنا بنقول دبل الحمام بخمسة فضة كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السمر بكر زي النهاردة هتبقى كيلة الدقيق بشاق الفض. شاق الفض ده يعني أقل من وزنة الفض. وزنة الفض كبيرة أظن الوزن 10 شاقل حاجة زي كده. طبعا كلام خيال كلام خيالهم خيال طبعا لأنه إزاي يتحول من الغلاء الفاحش بسبب الضيق إلى رخص التراب كده. وإن جنديا للملك كان واصل الملك وهو بيسمع الكلمتين دول فجاي معاه راجل من رجالته عسكري كان يستند على يده. الملك كان بيستند على رجل من رجالته فالجندي ضحك لما سمع الكلمتين دول. أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة في السماء ربنا هيفتح شباك في السماء ينزل القمح هل يكون هذا الأمر؟ بيتريق عليه مش عاجبه الكلام طبعا. ايه الكذب اللي بتقوله عليه سعادة مش عاجبه. قال له يعني يكونش ربنا هيفتح لنا شباك في السماء يرمي قمح. فقال إليه شعب إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه هتشوف بس مش هتدوق عشان ما أمنتش. فاهمين في الوقت ده كان فيه كان أربعة رجال بورس عند مدخل الباب. فقال أحدهم لصاحبه باب الثمر لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها وإذا جلسنا هنا نموت. يعني إحنا أربعة بورس لو دخلنا مش هيدخلونا لو قعدنا عند الباب هنموت من الجوع ففيش حل غير نروح عند معسكر الأعداء واللي يحصل يحصل لو موتونا هيفرق ايه ما احنا هنموت هنا من الجوع ولو دخلنا هيموتونا. فجاءوا الى اخر محلة الارميين ده في اليوم اللي قال إليشع بكرة الدنيا هترخص. فلم يكن هناك احد قربوا على المعسكر ان حد يمسكهم ما حدش بيمسكهم يبصوا في الخيام الدنيا فاضية. فان الرب ايه اللي حصل في الوقت ده الرب اسمع جيش الارميين صوت مركبات وصوت خيل وصوت جيش عظيم. فكركم بايه ده الجيش اللي كان في الجبل من كم سنة في أصوات طالعة من جيش بس هم مش شايفين حاجة فهم ترعبوا. فقالوا الواحد لأخيه كل اللي جيب بالهم جيش أرام ده هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. سمعين صوت جلجلة كده زي جيوش ضخمة جاية طبعا جيوش في السماء يعني فهم ترعبوا. فكل اللي جيب بالهم يبقى ملك إسرائيل راح بعت لمصر فلوس واستأجر جيش كان دي سياسات الحرب القديمة يستأجروا الجيوش اللي حواليهم. فهم بقى لو وقعوا مع الحسيين والمصريين وبتاع دي جيوش تقيل قوي فخافوا فابتدوا يهربوا من الصوت هم ما شافوش حاجة. فقاموا هربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفس. وجاء هؤلاء البورس إلى آخر المحل ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثياب ومضوا وتمروها. ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وتمروا. كل ما يدخلوا خيمة يلاقوا خير فيأكلوا ويشربوا ويشيلوا الذهب ويخبوه في الأرض يدخلوا على اللي بعدها فرحانين بقى لهم يوم ثلاثة أربعة أيام ما كلوش. وبعدين قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسن لا حلكوا بقى هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون احنا نقعد ناكل ونشرب ونخبي في الأرض ده إن الشعب هناك بيموت من الجوع احنا نروح نبشرهم. فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر إحنا لو قعدنا نعمل الشغلانة لغاية وش الصبح ده ربنا يغضب علينا إن إحنا في الناس بتموت من الهلع والجوع وإحنا لقينا كل الخير والدنيا فاضية. فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك الملك بتاعهم بقى ملك إسرائيل. فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين دخلنا محلة الأرامين لم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي. فدعا البوابين فأخبروا بيت الملك داخلا. بوابين بلغوا طبعا خايفين يفتحوا الأسوار لتكون مؤامرة. فقام الملك ليلا لسه الدنيا ليل وقال لعبيده لا أخبرنكم لا بصوا جماعة دي مؤامرة. طبعا الملك مش قادر يصدق مش معقول الخيام فاضية دي مؤامرة أكيد. ما فعل ملن آراميون علموا أننا جياع فخرجوا من المحل اللي يختبئوا في حقل قائلين إذا خرجوا من المدينة قبضنا عليهم أحياء ودخلنا المدينة. هو توقع أن دي مؤامرة فقال لكم استخبوا في أي حتة عجب وسابوا كم خيمة احنا نطلع زي المغفلين ندخل على الخيام ناكل يهجموا علينا ويدخلوا من الباب
فاحنا ما مش مصدق، مش قادر يتخيل ان ليش اللي بيقول الدنيا بكره خلاص هتمشي، مش مصدق. اجاب واحد من عبيده قال: فليأخذوا 5 من الخيل الباقيه التي بقيت فيهم. عندهم 5 فرسان لغايه دلوقتي اللي فاضلين، هي نظير كل جمهور اسرائيل الذين بقوا، او هي نظير كل جمهور اسرائيل الذين فنوا. يعني ايه؟ يعني فدا اللي موجود، مش يعني لو فضلوا 5 الحصنة دول راحوا يعني ما كله راح. فنرسل ونرى، نبعت 5 فرسان يبصوا، قبضوا عليهم موتوهم، هنعمل ايه؟ لقوا خير نفتح ونطلع. فأخذوا مركبتي خيل، وأرسل الملك وراء جيش الآرامين قائلا: نذهبوا وانظروا. فانطلقوا وراءهم إلى الأردن، وإذا كل الطريق ملآن ثياب وآنية قد طرحها الآراميون من عجلتهم، من عجلتهم. يعني هم بيهربوا من الهلع، بيقع منهم السيوف وبيقع منهم اللبس وبيقع منهم، فلقوا السكة كلها فاضية مليانة خير، فصدقوا ان الموضوع بجد. فرجع الرسل واخبار الملك، فخرج الشعب طبعا، طلعوا زي الفيضان جعانين، ونهبوا محلة الارامين، فكانت كيلة الدقيق بشاقل. طبعا الدنيا نزلت خالص، ليه؟ القمح بالكوم في معسكر الاعداء، وكيلة الشعير بشاقل حسب كلام الرب. وأقام الملك، شوفوا بقى ترتيب ربنا، الملك الباب بقى كل الشعب طالع يجري عشان يقش، فقام وقف العسكري بتاعه على الباب يحرز الباب. فأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده، فداسه الشعب في الباب فمات. الشعب من اندفاعه داس على الراجل فطاسه، كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك لي. عشان تتم الكلمة، هتسمع وهتشوف بس مش هتاكل لأنك ما أمنت. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا: كيلة شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا، أجاب الجندي رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع قوة في السماء، هل يكون مثل هذا الأمر؟ قال: إنك ترى بعينيك ولكنك لا تأكل منه. فكان له كذلك، داسه الشعب في الباب فمات. يعني هنا بس كل القصة دي عشان يأكد أن كلمة إليشع مشيت، وأن الخلاص جه في يوم وما كانش متوقع. صح. 8. وكلم إليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا: قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي، لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض 7 سنين. هو لسه ليه علاقة طيبة بالشنمية، فكانت هتيجي مجاعة في المنطقة دي. برضو واحد يقول: مجاعة؟ مجاعة ده إيه؟ يعني شغلانة يعني ما كان ممكن تقعد في بيتها والدنيا تنزل لها مخصوص أكل يعني. تلاحظوا أنه في وقت ربنا يسمح بمعجزات، وفي وقت يسمح ان احنا نتصرف تصرفات عاديه جدا. لا لا، روحي اتغربي، سيبي بلدك لان هيجي ايام صعبه وجوع، وروحي سافري هجري. هجري؟ طب ما تحل لنا انت المشكله ليش بكلمه يعني؟ ده دهنه زيت عملت عمايل قبل كده. لا معلش، ربنا مش سامح، اتغربي. فقامت المراه وفعلت حسب كلام الرجل رجل الله، وانطلقت هي وبيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. هو عاوز يحكي قصة فبيبتديها من أولها وبعدين هينط 7 سنين. فبيقول جت أيام في مجاعة في المنطقة بتاعت شونم، فإليشع وصى الشونمية وابنها: خدي جوزي كبنك وتغربوا لأن جاي مجاعة جديدة. عدت 7 سنين والمجاعة اترفعت، فرجعت الشونمية بلدها. في نهاية السنين 7 رجعت المرأة من أرض الفلسطين، وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. طبعا حصل ايه؟ حصل وضع يد بقى. في ال7 سنين دول الجيران والحبايب حطوا ايديهم على الارض بتاعت الست دي وعلى بيتها، ورجعت لطايله بيتها ولا حق لها بعد 7 سنين. وكلم الملك جحزي غلام رجل الله قائلا، في الوقت ده شوفوا بقى ربنا بيرتب ازاي، كان الملك قاعد يبدو ليشع بعيد مش طايله، فجايب جحزي الغلام القديم مع عاده جنبه يقول له: احكي لي نوادر اليشع، احكي لي معجزات إليشع. فجحزي قاعد يحكي للملك عن قصص إليشع اللي حضرها وعلى جميع العظائم التي فعلها إليشع، وفيما هو يقص على الملك كيف أنه أحيا الميت اللي هي الابن الشونامية. إذا بالمرأة التي أحيا ابنها تصرخ إلى الملك لأجل بيته. في الوقت ده دخلت الست تقول له: الحقني يا ملك، خدوا بيتي وخدوا حق. فجحزي قال له: على فكرة هي دي الست اللي كنت بحكي لك عنها، اللي من 10 سنين إليشع قوم ابنها، هي دي الست. فقال جحزي: يا سيد الملك، هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه إليشع.
فسأل الملك المرأة فقصت عليه، حب يسمع القصة تاني من فم الأم. فأعطاها الملك خصيا قائلا: ارجع كل ما لها وجميع غلات الحقل من حين تركت الأرض إلى الآن. شوفوا بركات توابع المعجزات. يعني المعجزة من 7 سنين فات عليها أكثر من 8-9 سنين مثلا، لكن مجرد وهم بيحكوا المعجزة جابت بركة جديدة. إن الست دي كان عندها مشكلة ومش طايلة إليشع دلوقتي يشفع فيها، معرفش كان فين، لكن مجرد ربنا يرتب ترتيبات كده إن جحزي يكون بيحكي للملك قصص إليشع، تدخل في نفس الوقت يقول له: أيوة هي دي الست اللي كنت بحكي لك عنها، عاوزة إيه يا ستي؟ خدوا أرضي. طب رجع لها الأرض، ده أنت قصتك يعني تخلينا نديك البلد مش الأرض بس. فاهمين الفكرة؟ فهي يعني كأنها مروحة تقول: يا سلام يا إليشع، حتى سيرتك بتحل المشاكل. يعني أنا داخلة للملك ولا على بالي ومش عارفة أشفع بمين دلوقتي، كنت زمان بتقولي ليكي طلب عند الملك أجيبك منين تطلب، سيرته بس. وهو بيقص القصة دخلت لقت ربنا مجهز لها ترتيبات حلوة. وجاء إليشع إلى دمشق، وكان بنهدد ملك أرام مريضا. دمشق دي عاصمة أرام، فكان بيزور الثلاثة: السامرة عاصمة إسرائيل، دمشق عاصمة أرام سوريا، ويهوذا عاصمتها أورشليم، ما كانش بيروح لها كتير. فأخبر وقيل له: قد جاء رجل الله إلى هنا، راح يفتقد الملك عشان عيان. فقال الملك لحزائيل: خذ بيدك، حزائيل ده الملك الثاني بتاع إسرائيل، خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله واسأل الرب به قائلا: هل أشفى من مرضي؟ يعني هنا بنهدد ملك أرام بعت حزائيل، حزائيل ده الرجل الثاني بتاعه ده لسه هيبقى ملك، فبيقول له: خد هدية بدل إليشع جالنا هنا قريب، روح اسأله أنا عيان هخف ولا مش هخف. ماشي. فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية بيده من كل خيرات دمشق، حمل 40 جمل، وجاء واقف أمامه وقال: إن ابنك بنهدد ملك أرام أرسلني إليك قائلا: هل أشفى من مرضي هذا؟ فقال له إليشع: اذهب وقل له: شفاء تشفى، وقد أراني الرب إنه يموت موتا بكلام. قال له هيخف، بس ربنا بيقول هيموت، هيخف ويموت، هتشوف هتحصل ازاي دي. قال له ايوه من ناحية المرض مش دي المشكلة، شفاء يشفى، لكن الرب قد أراني أنه موتا سيموت. فجعل نظره عليه مين بقى؟ إليشع بيكلم حزائيل، فبصص له كده في عينيه وثبته، ده رجل الله عينيه يتخوف. فحزائيل خجل ان رجل الله بصص له كده بعينين ثاقبة يعني. فبكى رجل الله، لقى إليشع بيعيط، إليشع الجبار بيعيط. طيب ليه إليشع؟ نشوف. فقال حزائيل: لماذا يبكي سيدي؟ فقال: لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر، بشوف في عينيك يا حزائيل كل البلاوي اللي هتعملها في شعب إسرائيل. فإليشع بيبص على سنين لقدام، شوفوا العجب، حزائيل إليشع بيشوف سنين لقدام، مش مجرد بنهدد هيقوم ولا مش هيقوم، ده ربنا بيكشف له أحيانا عن رؤى. تشوفوا دانيال جاب رؤية المسيح هيتولد امتى، فرق 700 سنة حسبها له بالسنين وهو صايم وبيصلي، رؤى بتجيب بعيد قوي. فقال له: أنا ربنا بيفرجني على الغلب اللي هتوريه شعب إسرائيل. فبكى إليشع تأثرا، إليشع بيحب شعبه، إليشع كأب كنبي مسؤول عن شعبه. فلما ربنا كشف له عن البلاوي اللي هتحصل بسبب حزائيل، بصت لحزائيل بعينين كلها عتاب وكلها زعل: انت مفتري هتعمل ده كله؟ اللي واقف قدامي بتقول لي يا سيدي ومش يا سيدي، ده انت بكره هتفتري. فانك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم اطفالهم وتشق حواملهم. قال له ده انت هتفتري يا حزائيل في شعب اسرائيل، حزائيل ده تبع ارام لسه ما فيش حرب بينهم. فقال حزائيل: من هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الامر العظيم؟ فقال إليشع: قد اراني الرب اياك ملكا على ارام، انا شايفك ملك على ارام وهتفتري على اسرائيل وهتعمل. فانطلق من عند إليشع ودخل الى سيده فقال له: ماذا قال لك إليشع؟ فقال لي: انك تحيا. فكذاب كبير طبعا. وفي الغد
أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ومات. حزائيل هو اللي عمل المؤامرة، خد عرفش اللبدة اللي هي ايه، زي فوطة او قماشة او كده ملاها مية او سائل وحطها عليه فطسه، فاهمين ازاي؟ فطسه في سريره يعني، قتله. حزائيل قتل بنهدد، لانه عشان كده إليشع كان بيقول له شفاء تشفى ولكن الرب أراني أنك تموت موتا. يعني يبقى تقول له هتخف، إن كان على المرض هتخف، بس مش دي المشكلة، هتموت برضه لأنه في مصيبة تاني أنت مش واخد بالك أن حزائيل اللي أنت مستأمنه ده هو اللي يموتك. وملك حزائيل عوضا عنه ودعا إليشع النبي واحدا من بني الأنبياء وقال له شد حقويك وخذ قنينة الدهن هذه بيدك. دخلنا في قنينة الدهن، بل أيام قربت تخلص، فاهمين ازاي؟ فاكرين إليه؟ فآخر إليه قال له طلع الزيت يا إليه، هتسلم المهم، هتمسح نبي وتمسح ملك عشان ايه تجيلي بقى كفاية كده. فنفس الكلام بيتكرر مع إليشع، قال له طلع قنينة الدهن، سر السحري اللي معانا ده، الروح القدس ده. واذهب إلى رموت جلعاد، وإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك ياهو ابن يهوشافاط ابن نمشي، وادخل وأقمه من وسط إخواته، وادخل به إلى مخدع داخل مخدع. يعني خده وخبيه من مخدع لمخدع، كانت البيوت مفتحة على بعض عشان لما ترسمه محدش يشوف. ثم خذ قنينة الدهن وصب على رأسي وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على إسرائيل، ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر. هيجي سؤالين، السؤال الاولاني ليه إليشع ما راحش؟ إليشع دلوقتي حركته محسوبه لان ملك اسرائيل مش كويس، واخر مره وقعوا مع بعض ومتوقع انه يعمل العمله انه يرسم ملك، فمش هيديله الفرصه، فإليشع مش هيروح بنفسه. لكن طلع الميرون وده لواحد من الانبياء، شاب من الشبان، قال له تروح المشوار ده، تروح لياهو ابن يهوشافاط، أو ده راجل كويس، أو ده يعني هيبقى كويس في الأول، وتروح هناك وتاخده في جنب من مخدع لمخدع وتمسحه بالزيت وتقول بلساني أن ربنا رسمك ملك على إسرائيل، يبقى ركن ابن أخاب خلاص. فانطلق الغلام، أي الغلام النبي، فاهمين إزاي؟ يعني الغلام، بس هنا مقصود به الغلام النبي يعني مش أي شخص، إلى رموت جلعاد، ودخل وإذا قوات الجيش جلوس. ياهو ده كان قائد حربي، راجل لقائد حربي، بس راجل فاضل يعني، راجل من الضباط الكبار، بس ولا على باله خالص انه ممكن يبقى ملك لان فوق منه رتب. فقال لي كلام معك يا قائد، قال له معلش ممكن كلمة؟ خد ياهو على جنب. فقال ياهو مع من منا كلنا؟ ياهو مش واخد في باله، قال له تقصد مين؟ ما قاعدين ضباط مع بعض. فقال له معك ايها القائد، معك انت. فقام ودخل البيت فصب الدهن على رأسه وقال له هكذا قال الرب إلى إسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب الرب إسرائيل، فتضرب بيت أخاب سيدك وانتقم لدباء دماء عبيد الأنبياء. خلي بالكوا أخاب هو اللي موت كل الأنبياء، لما كان إيليا يقول قتلوا أنبياءك كان أخاب كبير ده اللي مات، طبعا أخاب هو اللي عمل المجزرة دي كلها، ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل. أخاب وإيزابل دول مشيوا خلاص، بس دول أسط الفساد وولادهم لسه ابنهم هو الملك، فقال له بقى إيه اقفل لي حساب الناس دول خلاص، أولادهم لازم نخلص منهم كلهم لأن ربنا كان قال كده على فم إلي. فيبيت كل بيت أخاب وأستأصل لأخاب كل باقي البحائط، سوري يعني التعبير ده من يتبول على الحائط، يعني كل كلب، بس ده كان تعبير دارج عندهم يعني مش هيبقى لهم كلب، فمين إزاي؟ ف أستأصل لأخاب كل باقي الانبحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل، يعني لو ليهم غنم شردة كده ولا كده كل ده هيخلصوا. وأجعل بيت أخاب كبيت يربعان بن النباط وكبيت بعشة بن أخية، دول أوحش ملكين في تاريخ ملوك إسرائيل. يربعان ده أول ملك بعد سليمان، هو اللي بوظ الشعب خالص، هو اللي عمل السواري والمرتفعات والأوسان والزنا، بوظ الشعب. وجي واحد تاني بعدها بفترة طويلة اسمه بعشة افترى برضه. التالت بتاعهم أخاب، وكل واحد من دول خد عقاب في الآخر هو وبيته تمام، لأنه ده نشر الفساد في الشعب. وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل وليس من يدفنها، ثم فتح الباب
وهرب. الاصحاحات اللي جايه هتحكي لنا ياهو راح عمل ايه، وفعلا خلص على كل البقايا من بيت اخاب، وانتقم لدماء الانبياء، وتمت نبوات ايليا واليشع، واكتملت القصه. يبقى اصحاح 13 نهايه اليشع. وفي السنة 37 ليؤاش ملك يهوذا، ملك يؤاش ابن يهو أحاز على إسرائيل في السامرة 16 سنة. جاء وقت الملكين لهم اسم واحد، فبتلخبط الحتة دي للي بيدرسوا بدقة. الاثنين اسمهم يؤاش، ملك يهوذا وملك إسرائيل. الاثنين اسمهم يؤاش أو يهوآش، لأن ليه الأولانية أو ليه اله دي الله، لفظة الله. ماشي. وعمل الشر في عيني الرب. ده بتاع إسرائيل دايما. دايما بتاع اسرائيل يعمل الشر، بتاع يهوذا ساعات يمشي كويس، ساعات يمشي كويس زي يهوشافاط مثلا. لكن ملوك اسرائيل على طول الخط من بعد سليمان الى هيرودس الملك في مجيء المسيح ما جاش واحد عادل في شعب اسرائيل. يهوذا كانوا البقايا كده، اشاره الى البقيه الباقيه اللي ممكن تؤمن بالمسيح. وعمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن جميع خطايا أربعان من نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ بل صار به. وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل وجبروته، الحتة دي يعني مش هتفيدنا كتير. وكيف حارب أماصيا ملك يهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اضطجع يؤاش مع أبائه وجلس أربعام على كرسي، أربعام جديد غير القديم. ودفن يؤاش في السامرة مع ملوك إسرائيل. ومرض إليشع مرضه الذي مات به. إليشع عي، وده النوع بيعيه المفروض ده ما يعيهاش، يعني ده اللي بيقوم موته ده يعيه ازاي؟ القديسين كده يا ربنا يديهم نعم كبيرة قوي، ومع كده يعدي عليهم الألم عادي زي أي واحد. فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسان. ده مش تلميذه لكن عارف قدره، فبيقول له زي اللي قاله إليشع من 30-40 سنة لأبو الروح إليه، يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانة. فقال له إليشع خذ قوسا وسهاما، فأخذ لنفسه قوسا وسهاما. كانت الـ في الوداع دايما كلام بيبقى مهم قوي بتاع الشخص اللي ماشي، ده كلمة منفعة أو الوصايا الأخيرة دي. يعقوب يبقى على سريره ويتلف حواليه الأصباط الاثنى عشر ويحدد مسار كل سبط إلى نهاية الظهور في النبوة، ويقول إن يهوذا هيطلع منه المسيح، وإنه دان يمكن يجي منه الدجال، بنبوة عجيبة جدا. وإسحاق يبارك البركة الدوم ليعقوب طول الأبد طول العمر. كلمة الشخص اللي بيودع ده لما يكون شخص روح الله فيه أو يعني رجل الله تبقى مهمة جدا. فملك إسرائيل عاوز ياخد بركة ودع عليه شعب. فقال لملك إسرائيل ركب يدك على القوس، فركب يده، ثم وضع إليشع يده على يد الملك، فاهمين؟ حط يده بالبركة على يد الملك وهو ماسك القوس شادد، وقال افتح الكوة لجهة السرب، افتح الشباك، وهو ماسك السهم، فاهمين؟ ماسك السهم وهو حاطط يده مباركه بس على يده. فقال إليشع ارمي، فرمى، فقال سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، فإنك تضرب آرام في أفيق إلى الفناء. السهم ده معناه إنك أنت يا ملك إسرائيل هتغلب آرام إلى الفناء، يعني هتخلص عليهم مش هتقوم لهم قائمة تاني. كويس أوي، دي نبوة جميلة بالنسبة لملك إسرائيل، لأن آرام دول كانوا اللي هما كانوا لسه عاملين المأمورية بتاعت السامرة دي وكانوا بيذلهم. ثم قال خذ السهم فأخذه، ثم قال لملك إسرائيل اضرب على الأرض. حاضر، خلي بالكوا بيقول حاضر بيسمع الكلام. فضرب، ضرب سهم والتاني والتالت، وقف. فغضب عليه رجل الله وقال لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت أرام إلى الفناء، أما الآن فإنك إنما تضرب أرام 3 مرات. عجب القصص دي، يعني قال له هنا قلت لك اسكت ما تكمل، كل سهم بحرب اضرب يا أخي ما توقفش. فضرب مرة واثنين وثلاثة وبصله، فبغاز إليشع زعل، قال له أنا ما قلتش اسكت، لو كنت ضربت 5 مرتين 3 تاني ما كانوش قاموا تاني. طبعا أولا تعبر عن قد كده الرؤية واضحة قوي قدام إليشع وهو رايح السماء، كل الزمن مفروش قصاده. في نفس الوقت كونه بيقرن النبوات بعلامات حسية عشان يفضل فاكر الملك، عد اضرب
وبعدين عند الناس النساك دول لما يقول الكلمة تسمعها وتفضل تنفذها لغاية ما يغيرها. هو تلميذ إليه كان كده حاضر مفتوح. افتكروا يوحنا القصير مثلا، راح قال له روح ازقي، اداله العصايه وقال له روح ازرعها. فضل على الكلمه دي يقال 3 سنين يضرب مشوار ساعتين رايح راجع يسقي عصايه، ما رجعش عليه ولا مر، ما قالوش بتسقي ولا لا. وبعد 3 سنين نبتت لان الامر ما اتغيرش. شوفوا الطاعه العمياء. فقال له تسمعش الكلام ليه؟ مش كنت تكمل؟ طبعا دي إشارة إنه الطاعة لكلمة ربنا لازم تكون بلا حدود، وعلى قد ما تسمع وصية ربنا على قد ما تنتصر في الحرب وتفني عدوك، تفني الشيطان اللي أرام يعني، فاهمين؟ لكن لو سمعت الكلام شوية وكسرت الكلام شوية هيفضل أرام ينغص عيشتك على طول، فاهمين الفكرة؟ يعني لو هتسمع كلمة ربنا اسمعها للآخر وما تفصلش وما توقفهاش. ومات إليشع فدفنوه، وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة. دفنوا إليشع وخلاص راح الراجل ونسيوا. في الوقت ده مؤاب بتوع زمان دول غير أدوم، دول شعب بقى وثني وقبلي متعب. جم يدخلوا كانوا بيعملوا زي غزوات على الأرض الفلسطينيين واليهود عشان ياخدوا حصاد الأرض منهم. فغزوة من الغزوات دي فيما كانوا يدفنون رجلا، أتاري في جنازة طلعة في القرية دي، هم دفنوا إليشع، وبسبب ان الناس شعب ما كانش مركز قوي او ما كانش مهتم قوي حطوه في قبر ما عرفوش هم حطوه فين او ما يهتموش يعني. بعد سنين كان في جنازة خارجة وشايلين راجل ميت، وبعدين وهم شايلين رايحين يدفنوه لقوا الغزاة دول بتوع مؤاب جايين بيهجموا. فالناس تعمل ايه؟ هم في منطقة مآبة يعني او مدافن، هم راحوا رموا الراجل فأقرب مدفن لقوه وجريوا عشان يهربوا، لقوا الراجل طلع يجري وراهم الراجل الميت. فرجعوا عرفوا ان إليشع مدفون في الحتة دي. فيقول ايه؟ اذا كانوا يدفنون رجلا اذا بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر إليشع. او يمكن كانوا عارفين ان قبر إليشع بس ايه كانوا اضطروا يحطوه هنا عشان الاستعجال. فلما نزل الرجل الميت ومس عظام إليشع عاش وقام على رجليه. طبعا المعنى ده يختم حياة إليشع، يعني ان إليشع رجل الله حتى بعد موته عظامه تحمل قوة. وهو ده المعنى اللي بسببه بنكرب أجساد القديسين. في ناس بتتضايق من تكريم الأجساد، الأجساد دي شالت الروح القدس، الأجساد دي شالت الصليب ورا المسيح، الأجساد دي طلع منها معجزات ياما، الأجساد دي صامت وصلت وسهرت وتعبت وتألمت ولزقت في المسيح، فالأجساد دي مقدسة. بدليل أن عظام إليشع، على فكرة عندنا عظام إليشع في مصر في دير أبو مار، عظام إليشع بتقيم مات. فعشان كده إحنا لما يكون عندنا أجساد بنسميها ذخائر في لغة الكنيسة، نسمي الأجساد الذخيرة الذخائر. ليه؟ لأن هي دي ثروة الكنيسة، شوية الشهداء والأجساد دي ثروة. يوسف طلب غريب قوي وهو بيموت، قال لهم وانتوا سايبين مصر خدوني معاكم يا عم انت ميت. ده فات على الوصية دي حوالي من 340 ل 400 سنة، لكن لما خرجوا على يد موسى بعد 400 سنة خدوا الوصية، خدوا جسد يوسف معاهم ثروة ليهم. ويوسف مش عاوز يفضل بجسده في أرض العبودية، عاوز يتروح كنعان بجسده، عاوز يفضل مع شعب الله بجسد، مش عاوز يقعد عند المصريين. المصريين وقتها رمز للوثنيين، دلوقتي لا. حتى لو ما نعرفش طبعا، لكن حتى لو تحلل البودرة بتاعتهم دي فيها كرامة. فأنا عاوز أقول الكتاب نفسه بيشهد للكلام ده، يعني ما هوش إيمانيات شعبية، لا كلامك ده طالع من الكتاب. ودي نهاية مجيدة لإليشع كما كانت نهاية مجيدة لإيليا.
إيليا طلع السماء في مركبة نارية وعظام إليشع بتقيم الموت. ودي أشكال من الكرامة، مجد يمتاز عن نجم، يمتاز عن نجمة في المجد، بمعنى ما تقدرش تقول مين أحسن ومين أحلى ومين. الحكاية مش كده، كلهم قديسين عظام بنتشفع بيهم وحياتهم مليانة بركات وفيهم نفس الروح، روح المسيح اللي فينا. لإلهنا كل مجد.